يصطفيكم الله لنفسه ولدينه لتكونوا قاطرة الأمة لمرحلة الاستخلاف والأمن والتمكين، بل والفتوحات الدعوية والعسكرية التي ستفتح عواصم العالم بأسره، وعما قريب إن شاء الله ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك أو الصليبية التي أعلنت عداءها للإسلام وقامت بزرع إخوان القردة والخنازير في فلسطين ليمنعوا نهضة الإسلام من جديد، ستكون عاصمتهم نقطة متقدمة للفتوحات الإسلامية التي تنساح في أوروبا كلها، ثم تلتفت إلى الأمريكتين بل إلى أوروبا الشرقية. وظني أن أبناءنا أو أحفادنا سيكونون هم الذين يرثون جهادنا وتضحياتنا ليكون قادة الفتح منهم إن شاء الله. ونحن اليوم نزرع هذه البشريات في نفوسهم ونؤسسهم من خلال المساجد والمصاحف ومن خلال سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة الأولين والقادة العظام لهذه المهمة، مهمة إنقاذ البشرية من نار هم على شفا حفرة منها.